بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 74 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا الأخ أبو عبد الله استعرضنا بعضا من أسئلته في الحلقة الماضية، بقي له هذه الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ: حجيت وأنا شاب صغير، وكنت أجهل كثير من الأحكام الشرعية حتى أنني أفعل ما أؤمر به من قبل الأخ الأكبر المرافق لنا، ولكن المشكلة في نية العبادة، فمثلا طواف الوداع كان هو طواف الإفاضة، فما التوجيه في هذا السؤال؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا أديت المناسك مع الحجاج فقد تم حجك والحمد لله. وأما أنك تقول أن طواف الوداع هو طواف الإفاضة، فإذا أخرتم طواف الإفاضة وعديتموه عند السفر فإنه يغني عن الوداع، يغني عن الوداع إذا كان هو آخر شيء سيتسافرون بعده مباشرة، فإنكم تنوونه للإفاضة ويغني عن طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كرهت المرأة الزوج فطلبت الطلاق، فطلب منها من قبل الزوج مبلغا أكثر مما دفع، هل له الحق في ذلك أم لا؟ نعم، لا بأس أن يطلب أكثر مما أعطاها، لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا مطلق. ولكن الأولى والأفضل له أن يقتصر على قدر ما أعطاها ولا يزيد على ذلك، هذا هو الأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل حسام يقول: يا شيخ، إذا شك المصلي في نجاسة ثوبه ولم ينصرف من الصلاة لمجرد الشك، فلما أنهى الصلاة وجد النجاسة في ثوبه، فما الحكم؟ وهل ينصرف من الصلاة في مثل هذه الحالة لمجرد الشك، أم ينتظر إلى أن تقضى الصلاة؟ إذا علم أن في ثوبه نجاسة وهو في أثناء الصلاة، فإن كان يمكنه أن يخلع الثوب ويبقى عليه ثوب آخر يستره، إنه يجب عليه أن يخلع الثوب الذي فيه نجاسة ويبقى عليه ما يستر عورته ويكمل صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في نعليه أذى خلعهما وهو يصلي وأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان لا يمكنه أن يخلع الثوب الذي فيه النجاسة فإنه ينصرف ويغسل النجاسة ثم يبدأ الصلاة من جديد، لأن طهارة الثوب والبدن والبقعة هذا من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة. نعم. يقول الأخ حسام: الشيخ، ما حدود النوم الذي ينقض الوضوء، وهل الضفوة تنقض الوضوء؟ النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يكون من متكئ على شيء أو مستلق، هذا هو الذي ينقض الوضوء. أما النوم الذي يكون من الجالس المتمكن من نفسه وإنما هو مجرد نعاس فهذا لا يضر ولا ينقض الوضوء، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس ثم يقومون ويصلون. الأخ سعاد أرسلت بهذه الأسئلة، تقول: فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين غسل الرجل وغسل المرأة من الجنابة؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحصل عليه 3 حفيات من الماء؟ وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟ لا فرق بين غسل الرجل وغسل المرأة من الجنابة، كل منهما يعمم بدنه بالماء في قصد رفع الحدث الأكبر، فلا فرق بينهما في كيفية الاغتسال.
والمرأة لا تنقض شعرها من أجل غسل الجنابة تكرر ذلك ومشقته، إنما تنقض شعرها عند الغسل من الحيض فقط. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخ عبد الله أحمد يقول: ما الحكمة في أن المصلي شيخ إذا انتهى من أداء الصلاة وقام يؤدي السنة غير مكانه إلى مكان آخر غير الذي صلى فيه الفريضة، هل أيضا هذا وارد؟ لم يصح بهذا دليل أنه ينتقل من مكانه إلى مكان آخر لأداء النافلة، إلا أن بعض العلماء يقول لأجل تكثر البقاع التي عبد الله فيها. أما أن يكون هناك دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا فلا أعلم شيئا من ذلك. إنما الذي لا يصلي في مكانه هو الإمام، الإمام لا يصلي في مكان الإمامة لئلا يظن أن الصلاة لم تنقضي فينتقل من مكانه. بعض الناس يقول: فضيلة الشيخ، نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات وعند الوضوء يقول نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء حيث أسمع بعض الناس يقول هذا الكلام؟ هذا بدعة ما ورد فيه دليل، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب لا ما ليس محلها اللسان والتلفظ، فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالنية عند الصلاة أو عند الوضوء أو عند غيرها من العبادات، لأن الله يعلم نيته وما في قلبه بدون تلفظ، ولأن هذا لا دليل عليه من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو فارس يقول: لدي أرض منحة وأرغب في بيعها وقد لا تتجاوز 20,000، فهل عليها زكاة من عدمه؟ نعم، إذا نويت بيع الأرض ومضت سنة من نية البيع فإنها تقوم بما تساوي وتزكى، يخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، 20,000 فيها زكاة لأنها أكثر من النصاب. نعم. يسأل أخيرا في آخر أسئلتي عن حكم إخراج زكاة المال طعاما أو ملابس أو أشياء يحتاجها الإنسان في حياته وأنفع له. إذا كان في إخراج العروض مصلحة للفقير، يعني إخراجها عن النقود، إخراج العروض عن النقود مصلحة للفقير فلا بأس بذلك نظرا لمصلحة المدفوع إليه من ذلك. نعم. يقول أخيرا يا شيخ: هل الموت في أيام رمضان مزية عن بقية الشهور؟ ومن مات ليلة الجمعة أو ليلة عرفة أو ليلة العيد هل في ذلك مزية؟ لا أعلم دليلا على هذا، لكن الموت في أوقات الفضائل مواسم الخير والموت في الأمكنة الفاضلة شك أن فيه أنه يرجى لصاحبه الأجر أو زيادة الأجر من الله سبحانه وتعالى. الأخت أسماء ألف ألف من جدة تقول: فضيلة الشيخ، في برنامج نور على الدرب، الحقيقة سؤالي هو عن عشرتي مع زوجي، فقد استحالت العشرة معه بسبب الخلافات ولم أنجب منه أولاد فطلبت الطلاق فطلقني، فما حكم طلب المرأة للطلاق إذا استحالت العشرة؟ لا بأس به إذا كان طلب الطلاق لمبرر شرعي، أنه لا تتم العشرة بينهما على المطلوب، أو أنها لا تطيق البقاء معه، أو لا تحبه ولا توده، فهذا عذر في أنها تطلب الطلاق. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، كان الله واسعا حكيما. أما المرأة التي لا يجوز لها أن تطلب الطلاق فهي التي تطلبه من غير ما بأس، في الحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. يقول الأخ حسان: هل ورد شيء في الصلاة في مسجد قباء وما فضل ذلك، مأجورين؟ نعم، الصلاة في مسجد قباء فيها فضل، لأن الله جل وعلا قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، يعني مسجد قباء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليه من كل يوم سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه. نعم. جزاكم الله، وهذا لمن كان بالمدينة، أما من يسافر لأجل الصلاة في مسجد قباء فهذا لا يشرع، لكن من سافر للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يزور مسجد قباء تبعا، وكذلك من كان مقيما في المدينة. نعم.
جزاكم الله خيرا الأخ أبو عبد الله. يقول ذهبت لصلاة الجمعة ثم كان هناك جنازة، وبعد الصلاة ذهبت إلى الباعة خارج السوق واشتريت حاجتي ثم توجهت إلى المقبرة، هل يكتب لي أجر قيراطين؟ إذا صليت على الجنازة وشيعتها إلى القبر فلك القيراطان، ولو كان تخلل هذا أنك شريت سلعة وما أشبه ذلك. يقول الشيخ ما حد البقاء في المقبرة؟ هل يكون من بداية الدفن أم لا بد من الفراغ من الدفن؟ الأكمل أنه يلقى ما عند القبر إلى أن يتكامل الدفن، ثم يقف على القبر بعد الدفن ويدعو ويستغفر للميت، يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لقوله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من دفن بعض أصحابه قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. جزاكم الله خيرا للأخ عصام سوداني مقيم بالرياض، يقول هل هناك ذكر يقال بين تكبيرات العيدين وصلاة الاستسقاء؟ نعم، ورد أنه يقول الله أكبر، إذا قال الله أكبر يقول كبيرة والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. نعم. أخيرا يقول في هذا السؤال بالنسبة لتوزيع قوارير ماء الصحة داخل المقبرة لا سيما في شدة الحر، هل يؤجر المسلم عليها؟ ومن الناس بأن يقول بأنه غير مشروع. نعم، هذا شيء محدث لا أصل له فيما سبق، ما كانوا يحملون معهم الماء مع الجنازة ويوزعونه عند القبر، فلن نفتح هذا الباب، هذا يدخل في التصدق عند القبر والعبادة عند القبر، فينبغي أن يغلق هذا الباب، والذي يحس بالظلمة يخرج ويشرب. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول إذا تركت صلاة الوتر يا شيخ كسلا من غير نسيان ما الذي أفعله؟ تقضيه في النهار لكن تشفعه، إذا كنت توتر بثلاث إنك تصلي 4 ركعات بتسليمين، وهكذا إذا كنت تصلي 11 ركعة فإنك تصلي 12 ركعة بكل ركعتين بسلام، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضى ما بين ارتفاع الشمس على طلوعها إلى وقت قيام الشمس وسط السماء، كل هذا وقت لقضاء الوتر من الليل. نعم. الأخت مها من الباحة تقول شيخ بالنسبة للمرأة ما حكم تخصيص ساعة أو نصف ساعة في آخر اليوم للمحاسبة، تجلس المرأة مع نفسها وتدون ماذا عملت من الصالحات وماذا أخطأت وماذا ارتكبت، وهل هذا من هدي السلف؟ نعم، محاسبة النفس هذا أمر مطلوب، قال عمر رضي الله عنه أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، محاسبة النفس على ما عملت وإحداث التوبة لكل ذنب هذا أمر مطلوب وجيد، لكن لا داعي للكتابة أن تكتب ما لها وما عليها مثل الديون للناس، لا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ أبو عبد الله كتب هذا الأسلوب أو هذا السؤال بأسلوبه الخاص، يقول منذ 20 سنة كنت مسافر شيخ ورجعت وقمت بجماع زوجتي في نهار رمضان، وأنا والله ما أعرف الحكم وما كنت أعرف شيء عن الأحكام الشرعية وكنت جاهل، ماذا أعمل بعد هذه المدة من الأعوام؟ المسافر إذا وصل إلى بلده إنه يلزمه الإمساك، إذا وصل إلى بلده في أثناء نهار رمضان إنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، إذا جامع تكون عليه الكفارة، عليك الكفارة وهي صيام 2 شهر متتابعين مع التوبة إلى الله عز وجل، هذا أبرأ لذمتك. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلته يقول فضيلة الشيخ قريب من المرأة لابد أنها مقيمة المرأة. نعم. عليها الكفارة أيضا. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ قريب لي يقول السائل ولد وفي شفته شق فعملت له عملية جراحية لإصلاح هذه الفتحة، فما رأي الشرع في نظركم في هذه العملية؟ لا بأس بذلك، إذا كان هذا لإزالة تشويه وعلاج نقص في الجسم فلا بأس بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ عبد العزيز من بريدة يقول فضيلة الشيخ ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى؟
نعم، معناه أن الذي يتحرك ويخطط في الأرض أو يأخذ شيئا ويضعه أنه يبطل ثواب جمعته، كل ليس له أجر. نعم. يقول: نود أن تشرح لنا حديث ومن أحيل على ملي فليتبع. يعني إذا كان لك دين على شخص فأحالك به على شخص آخر له عنده مال أو له عليه دين حال، فإنك يجب عليك قبول الحوالة، لأنه لا ضرر عليك في ذلك إذا أحيل على ملي. والمراد بالملي الباذل، الغني الباذل، إذا كان قادرا على السداد وهو أيضا غير مماطل فلا عذر لك في قبول الحوالة. أحسن الله إليكم. يقول الأخ سعد أحمد: اشتريت سيارة من شخص وقال لك الخيار لمدة يوم إذا حصل فيها عيب، ولما وصلت بلدتي وإذا فيها عيب كبير في المكينة فرجعت له فقال: ما عندي لك شيء، هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ نعم، إذا كان بينكم شرط أنه أنك ترجع السيارة عليه إذا تبين فيها عيب، أنه يلزمه القبول عملا بالشرط، بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. وأيضا حتى ولو لم يحصل هناك شرط، إذا تبين في السلعة عيب فلك أن تردها وتأخذ الثمن، أو تمسكها وتأخذ عرش النقص دفعا للضرر عنك. وإذا امتنع هو من ذلك فإنك تتقدم به إلى المحكمة ويصبر وينظر في قضيتكم. نعم. الأخت التي رمزت لاسمها بألف ألف تقول: هل لمس عورة الطفل أثناء تغسيله هل ينقض الوضوء؟ نعم، لمسها مباشرة من غير حائل، لمس السبيلين من غير حائل ينقض الوضوء. أما إذا كان من وراء حائل على اليد، أن تلبس القفازين أو الأشياء أو تلف على يدها خرقة، هذا لا ينقض الوضوء لأنه غير مباشر. نعم. الأخت تقول: فضيلة الشيخ، إذا المرأة جاءتها الدورة في رمضان وخرج رمضان وجاءت الست من شوال، بماذا تبدأ؟ تبدأ في قضاء رمضان، فإذا انتهى فإنها تصوم الست بقية الشهر. نعم. يقول الأخ عثمان: الشيخ، في بعض الإخوة يسمون أبنائهم أسماء مشتركة بين الذكر والأنثى، والاسم هذا يصلح أن يكون اسم أنثى أو ذكر مثل رجاء، هل يجوز التسمية بهذا؟ لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد أرسل بهذه الأسئلة للبرنامج، يقول: الشيخ، بالنسبة لفضل السنن الرواتب وأن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، هل المقصود المداومة عليها طول العمر، أم أنه يبنى له في كل يوم صلى فيه 12 ركعة؟ المداومة عليها إلا في حالة العذر مثل السفر، السفر الذي يقصر فيه لا يأتي بالرواتب إلا راتبة الفجر، لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ظهرت في الأسواق عباءات غريبة وفاتنة، هل من نصح للأخوات المسلمات ومن نصح لأولئك البائعين مأجورين؟ العباءة لم تجعل للزينة، وإنما جعلت للستر، فتكون ساترة وواسعة ولا يكون فيها زينة، وتلبس فوق الثياب على الرأس إلى القدمين. هذه العباءة والجلال الكبير والملاءة تكون فوق الثياب لأجل ستر جميع الجسم. أما إذا اتخذت للزينة إنها تخرج عن وظيفتها وعن المقصود بها، ولا يجوز للمرأة لبسها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا الأخ أبو تمام يقول: إذا أجرت بيتي على شخص ليسكنه، فهل يحق لي أن أشترط عليه أن لا يؤجره على شخص آخر لا أرضاه، وكذلك لا يستقبل فيه وسائل ما محرمة؟ نعم، لك أن تشترط عليه أن لا يؤجره شخص آخر لا ترضى وأن لا يستخدمه للمعصية، لك هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما أقل، يقول فضيلة الشيخ، عدد صلاة الضحى وما أكثره، ومتى يبدأ الوقت بالضبط في الساعة ومتى ينتهي؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بتسليم. ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس إلى رمح بعد طلوعها،
وينتهي بتوسط الشمس في كبد السماء قبيل الظهر. نعم جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول الأخ أبو عبد الله في هذه الأسئلة يا شيخ، إذا تأخر الإمام في التشهد الأول فهل أترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل التشهد أم أقف على الشهادتين؟ لا بأس أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول، لأن بعض العلماء يرى هذا، لا بأس بذلك، خصوصا إذا أطال الإمام الجلوس، مع أن السنة أن الإمام لا يطيل الجلوس في التشهد الأول. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ مصطفى سوداني له مجموعة من الأسئلة في هذا البرنامج، يقول ما الدعاء الوارد عند رؤيتنا للبرق وعند سماعنا للرعد، وهل يجوز الدعاء دعاء منوع فيه؟ لا أعرف دعاء يقال عند البرق، ولكن عند الرعد يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم يقول فضيلة الشيخ، بالنسبة هل صحيح بأن صوت الرعد هو صوت الملائكة للسحاب؟ قرأت هذا في أحد الكتب. الله أعلم بذلك. نعم أخيرا يقول الشيخ، عندما يمنعني النوم وعندما أكون أرق ولم يأتيني النوم، ماذا أقرأ من الأدعية؟ تقرأ آية الكرسي لأنها تطرد عنك الشيطان، تقرأ آية الكرسي. نعم الأخ يحيى معلم يقول يدرس في منطقة منذ سنوات وأهله في منطقة أخرى، ويرغب في النقل إلى بلده من أجل أن يبر والديه، فبماذا تنصحونه مأجورين؟ نعم يعمل الأسباب للنقل، يراجع المسؤولين حتى يحصل على النقل، لكن بدون رشوة، لأن بعض الناس يدفع رشوة لبعض المسؤولين ينقله أو يتسبب في نقله، هذا لا يجوز. نعم يقول هل ورد دعاء معين عند الملتزم، وما حكم لصق الأيدي بالكعبة؟ الأيدي لا تلصق بالكعبة ولا يتعلق بها ولا بالباب، هذا كله لا أصل له، وإنما يقف بالملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، غير ملصق يديه بالكعبة، ويدعو بما تيسر، لا يحدد دعاء في هذا. نعم أخيرا تقول الأخت مها، يا شيخ امرأة نامت وهي حائض، ولما استيقظت بعد طلوع الشمس رأت الطهر وهي لا تدري هل طهرت قبل خروج وقت الفجر أم بعده، هل تصلي الفجر؟ إذا لم تعلم أنها طهرت قبل الفجر فلا يلزمها أن تصلي الفجر. نعم أخيرا فضيلة الشيخ، هذا الأخ مصري ومقيم بالدمام يقول التسمي بجبريل وعبد المطلب وعبد الستار وعبد السيد ولقمان، تسمي بأسماء الملائكة لا بأس به، وعبد المطلب لا يجوز تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل، وعبد الستار لا بأس به لأن الله هو الستار، وفي لفظ الستين، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في الحلقات القادمة إن شاء الله في هذا البرنامج، حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.